طبعا بالأمس كان الشغل الشاغل بعد محاولات يمكن استمرت لعدة أسابيع. شغلت الرأي العام العالمي، أعلنت هيئة المحلفين في محكمة أمريكية بفرجينيا نهاية النزاع القضائي بين الثنائي جوني ديب وأمبر هيرد، وخلص الأعضاء السبعة في الهيئة إلى قرار يؤكد فوز جوني ديب وإدانة أمبر هيرد بتهمة التشهير ضد زوجها السابق بعد مداولات استغرقت نحو 13 ساعة. كما حكمت المحكمة الأمريكية بأن تدفع أمبر هيرد 15 مليون دولار لصالح جوني ديب تعويضا عن التشهير به. كذلك طبعا غرمت جوني ديب يعني تقريبا 2 مليون دولار. وبعد دقائق من إعلان المحكمة الأمريكية في فرجينيا عن فوز جوني ديب في معركته القضائية، عبر ممثل هوليود الشهير عن سعادته البالغة بالقرار، وكتب طبعا ديب عبر حسابه في إنستغرام: المحلفون أعادوا لي الحياة. وإحنا طبعا مبارك لمحبين جوني ديب. يمكن أمس تكلمنا أنا وتقريبا سارة وغادة وكمان في الأسابيع الماضية مع هاني على موضوع أن البعض يكون معجب بجوني ديب كشخصية ويحبه، ولكن أحيانا تكون في أخطاء قضائية. لكن اللي حصل أنه في أدلة واضحة، ونبارك طبعا لجوني ديب ومحبيه هذا الفوز القضائي. لكن عندنا فوز ثاني، فوز على مستوى السفر والسياحة، عندنا فوز ملاعب، حنلقاها مع هاني وهدى في الخبرين الجاي. فعلا احنا ان شاء الله الفوز مستمر. لكن خلينا نذكر ايضا انه قناة ABC التلفزيونية ذكرت انه جوني ديب تغيب عن الحكم مشاهدينا بسبب التزامات مهنية صحيح تم التعهد فيها قبل المحكمة. اما امبر هيرد فكانت حاضرة عند يعني تلاوة الحكم. وحقيقة ممكن كثير من الناس يركزون على مسألة التعويض المادي. هي أتصور جوني ديب كان يبحث عن التعويض المعنوي ورد الاعتبار بعد الإساءة لسمعته بتخريب يعني حتى مسيرته. لكن رب ضارة النافعة، يعني لما يعني صار هذه المشكلة كلها زادت مبيعات العطر اللي كان يسوق له. صحيح أنه وقف في أشياء، ولكن بعض الأحيان يعني ما ودك أن إحنا نوصل لهذه المرحلة في الزواج خاصة صحيح. ولكن هم يهونون عند ناس ثانيين يعني في السوشيال ميديا وفي الأشياء هذه الناس كلهم متحاملين عليها ماخذين موقف منها، بس ما ندري هل هذه فعلا الحقيقة أو أنه يعني ما أدري صراحة. تعتقدين أن الحقيقة لا زالت غائبة؟ أنا حاسة الحقيقة غائبة، يعني كل زوجين بينهم أشياء إحنا ما نعرف يعني التفاصيل الفعلية أكيد. والحقيقية. لكن إحنا نقول إنه بالنهاية هذا هو يعني شيء قانوني. صحيح. استغرقت المحاكمة وقت طويل، خذوا الأدلة، الشهود، الخبراء. صحيح. فأتصور إنه العدالة لازم تكون للشخص ما يعني أكيد. مش طبعًا. وهي طبعًا خسرت كثير. ونروح لخبرنا الثاني، يهم كل السعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة. سفارة المملكة لدى بريطانيا نشرت على حسابها على تويتر خطوات الحصول على الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لدخول المملكة المتحدة، وذلك بعد دخول القرار حيز التنفيذ أمس الأربعاء. وجاءت إجراءات التقديم كالتالي: تقديم طلب الحصول على الإعفاء الإلكتروني على الرابط، تسديد رسوم طلب الإعفاء وتقدر بنحو 138 ريال، وبعدين يتلقى صاحب الطلب موافقة إعفاء من التأشيرة عبر البريد الإلكتروني خلال 24 ساعة. وبتخدم كثير من الناس أكيد. اللي ما عندهم وقت أنه يسوون الفيزا ويستنون وقت طويل. بإجراءات سهلة مشاهدينا، بسيطة، ويجب على المتقدم أنه يطبع هذا النموذج الإعفاء الإلكتروني قبل السفر ويقدمه للسلطات البريطانية عند الوصول، وبالسلامة إن شاء الله للجميع. خلينا نختم أخبارنا الصباحية مشاهدينا بكرة القدم، ومن مباراة كأس الأبطال اللي كانت في القمة واللي انتهت بتفوق المنتخب الأرجنتيني على منتخب إيطاليا 3-0. المباراة أقيمت مشاهدينا على استاد ويمبلي في لندن اللي اكتظم الجماهير وشهدت يعني الجماهير هذا التفوق الأرجنتيني الكبير. ميسي استطاع إحكام السيطرة على مجريات أداء فريقه، وكان يمكن للأرجنتين أن تسجل عدد أكبر من الأهداف لولا نجاح حارس إيطاليا في الحيلولة دون تلقي فريقه لهزيمة قاسية. طبعا الحين يمكن نتساءل احنا ايش علاقة الأرجنتين في إيطاليا؟ ايش علاقتهم؟ أنا أقول لك، طبعا هذه المباراة النهائية كانت هي مخيبة للآمال بالنسبة للإيطاليين، وخصوصا للاعب كيليني اللي تم استبداله بين الشوطين في ظهوره 117 يعني مباراة لمنتخب بلاده. والتساؤل إنه شو اللي جمع بين الفريقين؟ هذه البطولة
كان يعني في الثمانينات يمكن آخر مباراة لعبوها، كان يلعب الفائز ببطولة أمريكا الجنوبية مع بطل أوروبا. بس وقفوها لفترة، الحين راجعين رجعوها الظاهر بيحركون شوية الأجواء بعد كورونا أو شيء. يعني سبب إنه يبغون يحركون الأجواء بعد كورونا؟ يعني هذه من كيسي السبب. أوكي أنت قاعد تصفح. بس لأنه موقفة يعني يمكن آخر مباراة أعتقد 86 يمكن ميلادي أو شيء. أنا ما لي ما أعرف يعني كثير في الكورة، بس حلو إنه يعني الواحد يكون فعالية وفعالية هي حقيقة وفعالية كروية حلو. حلو إنه تشوف يعني هذه المباريات اللي ممكن ما تشوفها يعني في أي بطولة ثانية. صح. إذا كانوا الفريقين من قارات مختلفة. زين طبعا خليل يعني ما نعرف هو مين يشجع ولا وش كيف كانت المباراة؟ خليل يعيش في التحليل. خليل والله يا ابو يوسف يفيدنا، تفضل يا ابو. يلا يا ابو يوسف عطنا. لا يعني شوف هي المباراة زي ما قال تفضل، طبعا هاني لاعب كورة ويعرف التفاصيل ومحب لكرة القدم. يعني هي المباراة اول شيء طبعا هي معتمدة ورسمية وصارت اشبه ما نسميها بطولة السوبر. الحين لما يجيك بطل الدوري مع بطل الكاس في أي بطولة محلية يلتقون، وهذه طبعا من المباريات. لكن الحلو في الموضوع أن الأرجنتين أمس لعب بالطول بالعرض من بداية المباراة إلى نهاية المباراة، الشوط الأول 2-0 الشوط الثاني 1-0، أداء كبير. والأرجنتين في مجموعة السعودية في كاس العالم، وهذا اللي يعطينا شوي قلق ونحط يدينا على قلوبنا أنه هالقوة في المنتخب الأرجنتيني والتطور الكبير اللي حاصل وسعادة ميسي وهو يلعب كان متسلطن بالأمس. ويعني نقول يعني حسرة كبيرة الإيطاليين خروج من كأس العالم أو عدم تأهلهم لكأس العالم وأداء سيء في مباراة الأمس يعطي علامات استفهام. لكن عموما احنا استمتعنا في مباراة الأمس، أهم شيء وحنستمتع في مباراة كثيرة. ويعني أنا مبسوط يعني عندنا محلل، عندنا لاعب، عندنا مع الخير يا شقرة اللي أنا ولا أدري وش السالفة. فحلو يعني حلو المعلومات هذه عجبتني والله. وإن شاء الله تحضرين مباراة قريبا. والله أنا حضرت مباريات في ملاعب يعني بس والله يعني كان ودي أعرف وش قاعد يصير جوا يعني الملعب، يعني ودي اعرف هذول مين والناس ليش يصرخون وهالاشياء. مو لهالدرجة والله ما اعرف وين قبل تشجعين النصر ونصراوية يا ابن الحلال، هذا زمان.